قضيت ليلة لطيفة جدا جدا، كانت مليانة ضحك وغنى واستعراض. ليلة قضيتها في مسرحية دنيا سمير غانم أنستونا. مسرحية أنستونا اللي بتقوم ببطولتها الوردة، الفراشة، العصفورة، المتمكنة، الملائكية دنيا سمير غانم. أنا لا ببالغ ولا بجامل، دنيا سمير غانم وهي واقفة على المسرح وجنبها عتاولة من ممثلين المسرح الكبار وشباب من شباب المسرح، تحس انها فاكهه، تبقى قاعد كده عمال تقول الله على صوتها، ربنا يحميها، ربنا يكرمها، تفتكر سمير ودلال وتحس ان طفهم موجود في المسرح. والله ما ببالغ، او على الاقل ده كان احساسي. كنت حاسه انه طيف سمير غانم ودلال عبد العزيز موجود كده وبيرفعها وبيقدمها للناس. الناس حباها وحب العمل، عمل لطيف فيه حاجات مقومات كتيرة جدا، خلت انه مش بس العمل اللي عمله الصنايعي خالد جلال، الاستاذ خالد جلال عمل جميل، انما الجمهور كمان كان جميل. معرفش هل دي صدفة في ليلة العرض اللي انا حضرتها، ولا ده جمهور شبه دنيا وشبه خالد جلال وشبه الكوكبة الكوميديانة اللي كانت بتقدم. الناس لطيفة، ناس طبعا كتير من مصر وناس كتير من السعودية وناس كتير من ليبيا ومن سوريا، من يعني من جنسيات كتيرة جدا، كلهم كده فيهم طيبة وضحكة وبشاشة ولطافة. يعني حتى يا دنيا مش بس مسرحيتك حلوة، إنما كمان جمهورك حلو. المسرحيه كانت جميله قوي ولذيذه، المسرحيه كانت حلوه وما كناش عارفين نبطل ضحك، وانتي تحفه وبنحبك. أوجه شكر كبير لصناع مسرحية أنستونا، المنتج محمد أحمد السبكي، كريم سامي وأحمد عبد الوهاب اللي بيشاركوا كممثلين، إنما هم شاركوا في تأليف العمل، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغوري، عمرو عبد العزيز، أشعار أيمن بهجة قمر، وألحان عمرو مصطفى. ليلة جميلة ودودة حلوة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.